ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه هنشوف بقى معانا يلا الوصفه شيف بتاعت بقى. الشيف يلا ايهاب. شيف شيف ايهاب الاخبار وصفتنا عملت ايه في المطبخ بتاعنا؟ تمام كده، هو الفراخ كده خلاص، دي الفراخ المحشيه بالسبانخ، الفراخ المحشيه بالسبانخ مع الخضار الجريل اللي في نفس الطاسه بنشويهم. تمام، ورينا بقى الطبق الجميل اللي هنطلعه ده هيكون شكله ايه، واحنا كده يعني بتطلع لنا الطبق ده يا شيفنا، قول لنا يعني الوصفه تاني مكوناتها كانت ايه وعملناها ازاي. طبعا احنا جبنا صدور فراخ، تمام، فتحناها وبعد كده حشيناها من جوه سبانخ سوتيه. سبانخ عباره عن بصل وثوم وزيت زيتون. تبلنا السبانخ دي بملح وفلفل، بعد كده حشينا الفراخ. تمام، اوكي. خدنا الفراخ في طاسه على الجريل، تمام، وجنبها الخضار المشوي الجريل بالخضار طبعا، بالروزماري والزعتر وزيت الزيتون. تمام، والزعتر وزيت الزيتون واتحشت، ودلوقتي هي خلاص استوت بقى كده، نحطها على ممكن على الجريل. نطلعها كده، يلا ونطلعها يلا ممكن نطلعها دلوقتي على الطبق. نطلعها على الطبق مع السلطه. لا لا، هي بتبقى ايه، بتتقدم ازاي يا شيفنا؟ دي بتتقدم مع صوص الكريمه. لسه صوص الكريمه موجود. بيتعمل ازاي؟ اوكي، لسه في صوص كريمه. صوص الكريمه بيتعمل ازاي؟ بيتعمل صوص الكريمه، بناخد السبانخ سوتيه، سبانخ سوتيه، لو اتبقت سبانخ من بعد الحشو بناخدها سوتيه، وبعد كده بنضيف عليها الكريمه. تمام، اه يعني احنا بناخد السبانخ سوتيه ومعانا الكريمه، ونضيف عليها الصوص بره بعد ما نكون خلصنا الفراخ. تمام كده، تمام. الطبق بقى بتقدم صدور الفراخ عليه الصوص. تمام يا فندم، تمام. انا عبل ما تظبط بقى ايه الفينش بتاع الطبق، تمام، نرجع هنروح بقى للفقره. معانا فقره من المنيا، معانا خبير التجميل استاذ محمود ابراهيم. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اهلا بيك، اهلا المنيا ورجالك المنيا. ربنا يكرمك، نورتنا يا استاذ محمود. ده من ذوقك، الضجه اللي انت عاملها على السوشيال ميديا ده بشغلك. والله يعني الواحد يعني واخد كهوايه يعني، وحب المهنه يعني، فيعني الواحد لما بيكون حابب حاجه فبالتالي ربنا يعني بيكون بيساعده يعني، اكيد طبعا. يعني انت نورتنا يعني النهارده، ومبسوطين ان انت معانا النهارده خالص على ذوق حضرتك. والله محمود خبير في التجميل، الحمد لله. يعني لا صح، مش خبير في التجميل، تمام، انا حلاق. انت حلاق؟ انا حلاق، وبفخر جدا اللي بيقول لي انت حلاق. تمام، انا راجل طلعت حلاق وهفضل حلاق، لكن خبير تجميل ده بيدخلها في حاجات، لكن هي فيها تطور. كالمهنه فيها تطور جامد جدا، انت فاهم؟ فاحنا شفنا فيه الفترة الأخيرة دي. بس انا بستمتع ان انا ابقى حلاق. انت بس عندكم ايه، كوافير ياسمين ولا صالون؟ لا، احنا عندنا مجموعه كوافيرات، عندنا عباره عن اربع فروع، تمام، وبحضر فرع لاهلي بلدي. ده هيبقى ان شاء الله ضجه ليهم يعني، عشان انا بحب اهلي بلدي جدا. وبحضر فرع في القاهرة، ده اللي هو إن شاء الله يعني هيبقى حاجة مشرفة في القاهرة كلها يعني، والناس كلها تتكلم عنها. ده هيبقى عبارة عن سنتر تجميل، أنت فاهم؟ ده هيبقى متخصص في البروتين والكرياتين والبيديكير والمانيكير، لكن مش قص، مش قص، مش هيبقى قص يعني، بس هيبقى متخصصين في البروتين والكرياتين، تمام، والعلاج الفراغات الشعر. واحنا هنبدأ نتكلم ونعرف نحل كل كده. ده بالظبط. طيب احنا بقى طبعا في الفتره الاخيره دي شفنا في تطورات كبيره جدا وضجه كبيره جدا اخر فتره دي عن الصالونات او تجميل الرجال الخاص بالرجال. بالظبط كده. عايزين نعرف بقى ايه القصات الجديده المتوفره دلوقتي. والله هو القصات الجديده، هو الاستشوار دلوقتي هو اللي نازل ظبط الدنيا. تمام، يعني هو كله استشوار، كله استشوار. وبالنسبه بقى ايه، لو شعر عايز يتعالج بنعالجه بالبروتين وبالكرياتين، فبالتالي بيطلع شكله كويس. يعني تمام؟ بتعمل معالجه وبتعمل استشوار، بالظبط كده. بيبقى على حسب طبيعه الشعر اللي قدامك. بس هي القصه اللي نازله يعني اللي هي بتبقى انجليزي، اللي كانوا بيقولوا عليها زمان انجليزي مدرج. تمام، انجليزي مدرج كده، بتطلع بالاستشوار بقى بيبقى شكلها خرافه جدا. تمام، وعلى حسب نوعيه الشعر اللي قدامك يعني انت بتتعامل معاه يعني. بس هو يعني اليومين دول اللي شغال معانا الاستشوار، الاستشوار، الاستشوار والكرياتين والبروتين. بس للاسف لما بيكون حد متخصص في البروتين وبيعمله، تمام، فبالتالي بيطلع كويس. لكن لما بيكونش حد يعني عنده خبره قليله فيه، فبيطلع يعني بيبقى شكله مش ظريف. ده اللي يخلينا بقى نسال كمان على حته الفراغات، ايه اللي ممكن يملى الفراغات في الشعر ويساعد على ده؟ والله هو ناس كتير جدا بتعاني من قصه الفراغات اللي في الشعر ديت. طبعا هو الشعب المصري كله عنده مشكله. بالظبط كده. طبعا سيدات او رجال، بالظبط كده. كان طبعا بالنسبه للبيبيليز والمكوى والحاجات دياتي، فالحاجات دي طبعا بتبقى ليها اثر على الشعر. بس اللي حصل يعني بيبقى اللي حصل بقى، تمام. ففي ماده انا يعني بنركبها على ايدينا، نظام اعشاب طبيعيه، تمام، بتبقى الحاجه دياتي برضو بتخلي الزبون بيفخر جدا. يعني بيبقى داخل حد وبيبقى حد تاني خالص.
تمام. الماده يعني دياتي هي بتملى الفراغات في ساعتها ولا لا؟ هي دي بتبقى عباره عن ايه؟ الشعر الخفيف دوت بتبقى شعريته حاجه كده خفيفه خالص. تمام. موجوده بس خفيفه خالص ومحروقه كده من الشمس والتراب وكده. فاحنا الماده دياتي بتدي الشعريه الغازه يعني؟ انت فاهم، وبتجيب اللون الشعريه الطبيعي، فبالتالي بتبقى الفراغات اللي تحتها دي مش ظاهره خالص. تمام. بتختفي خالص. وجانب كده بقى بتبقى الشعريه لو قاعده سنه ولا بتاع، بتعالجها بالبروتين انت فاهم. أيوة. بس البروتين اللي هو زيرو فورمالين. ما احنا ما عايزين حاجات برندات يعني، تشتغل بحاجه برندات مش حاجه اللي هو ايه الشعبي اللي هو عليه فورمالين والكلام ده. ما انا عايز اعرف بقى، هل او كلمنا عن البروتين والكرياتين استعمال البروتين بتستعملوه ازاي عندكم في المحل؟ البروتين انا بشتغل بحاجات برندات تمام، ممكن يعني بيكون سعرها عالي شويه، بس حاجه ليها جوده وحاجه ليها ضمان وحاجه ليها مصدر. تمام. بس فين بقى اللي بيوصل لكده؟ يعني هو في ناس كتير جدا سامع عن البروتين والكرياتين، لكن اولا ما ينفعش حد يشتغل بالبروتين الا ما يكون متخصص. معلش انا قعدت فتره جامده لغايه ما وصلت ان انا اعرف اتعامل بالبروتين، لكن هو بروتين اهو واشتغل وببليز. فبالتالي برضو انت اهم حاجه تكون صنايعي بتظبط الشعريه اللي قدامك انت فاهم. فبالتالي انا معايا شعر اهو. أيوه. مصطفى ده اخويا انت فاهم، هو اللي عامل له شعره بروتين تمام. بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ده شعره كان مجعد خالص يعني. شعري مختلف خالص. فالبروتين يعني شكله حاجه طبيعيه مش حاجه اللي هي ايه مختلفه وكده يعني انت فاهم. بس فادي كل القصه يعني. عايزين نعرف يعني هنروح معاهم ونبقى معاهم دلوقتي، بس قبل ده عايزين نعرف ايه اخر الصيحات الموضه في الشعر بقى غير الحلقه الانجليزي؟ هو دلوقتي يعني تقدر تقول ايه الشعر اتنسى وبقيت مثلا ايه قصه شعر كده حاجه خفيفه تمام. والموضه دلوقتي بقيت المدرجه يعني، والموضه في الشعر تبقى اغلبيه القصه دي اللي هتشوف حضرتك القصه المدرجه. طيب نبدا بقى ايه نشوف كده ويورينا مخرجنا المخرجنا الجميل هيورينا برضو الشكل ده، بس قبل ما نشوفه احنا هنطلع لفاصل وهنرجع لكم تاني، استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع خبير التجميل استاذ محمود ابراهيم صاحب كوافيرات الياسمين. سمعنا بقى ان انت قبل الفاصل بتقول لنا في افتتاح جديد. افتتاح جديد فين وهيكون في متخصصين ولا هيبقى بنفس الشكل؟ انا عايز اعلق عليها. تمام اتفضل. مجموعه الكوافيرات اللي انا فيها دياتي بتاعت والدي. بتاعت والدك. وانا اداره انا واخواتي. اداره انا واخواتي. طيب. انا معايا اخويا مصطفى. أهلا. ده حلاق بوضع بلاد مش هنقول خبير تجميل برضه. ومعايا محمد الكبير ده. نورتني يا استاذ مصطفى. ومعايا محمد الكبير ده اداره نمره واحد. والحاج ربنا يخليه لنا، ده يعني ده الاداره الاساسيه يعني. تمام. وكلنا يعني شغالين تحت ايده. بالنسبه للفرع الجديد، الحاج بيعمل فرع لاهل بلده. الفرع ده ان شاء الله يعني هيكون مسمع في محافظه المنيا كلها، جايبين فيه اجهزه جامده. تمام. واجهزه جديده لتكشير البشره، حاجات تكشير بشره، حاجات بتعالج الحبوب اللي في البشره. يعني ده هيبقى يعني؟ لا لا رجالي رجالي, رجالي. رجالي. اول مره هيعملوه رجالي بالظبط كده. هيبقى كل حاجه يا ماشي مره من نفسكم. لا كل حاجه لا بقى يعني لازم يبقى في حاجه للرجالي. وان شاء الله يعني هيكون في بقى يعني اجهزه جديده جدا، وهيبقى نظام في باديكير ومانيكير. وان شاء الله الصيحه الجايه هنعمل فرع كبير هيبقى فيه ساونا وجاكوزي، وهنعمل كل جديد ان شاء الله لاهل بلدنا عشان احنا بنحب اهل بلدنا ان شاء الله. وبالنسبه لفرع القاهره ده يعني ان شاء الله انا داخل مع حد شريك ان شاء الله، يعني على اساس ان احنا هنبقى مركز معتمد للكرياتين والبروتين والحاجات دي ان شاء الله. استاذ محمود وصور برضو شغلك كانت معانا على الهوا. المخرج الجميل هيرجع لنا علشان نشوف اللي بس الموديل اللي معانا القصه اللي عاملها استاذ مصطفى. ورينا دي بقى، دي القصه اللي هي الانجليزي اللي بنقول دي عليه دي الانجليزي المدرج. وهو عامل له بروتين. هو عامل له بروتين. بس هو طبيعه شعره قبل كده ما كانتش يعني كانت مكسره جدا. بس برضو البروتين باين في شعره ان ده حاجه طبيعيه يعني انت فاهم، وحاجه يعني هاديه كده مش حاجه مفوره قوي يعني. لا وباين فعلا البروتين اللي بس هو عشان شاب صغير يعني فبيحب ان هو الاجناب يبقى خفيفه شويه. أيوة. تمام. ولكن هو لو بقيت الاجناب اتقل من كده سنه حبه كانت هتبقى اشيك.
بس هو عشان شاب وعايز يعيش سنه يعني. فكل واحد بيقع قدامك بتبقى ايه على حسب سنه، بتتعامل معاه على حسب سنه. اكيد اكيد، وكل واحد طبعا هيبقى ليه القصه اللي تليق عليه وعلى شكله اللي تليق عليه وتليق على سنه برضه. يعني مثلا مش هيخش عليك واحد عنده 50 سنه ويقول لك عايز اعمل بروتين وطلعه له كده، لا هتعمله له برضه بشكل ظريف، بس يبقى شعره كله طول واحد متماسك في بعضه. احنا كنا مبسوطين بوجودك النهارده معانا استاذ محمود، ميرسي جدا. ده انا اللي سعيد بكم جدا والله. عايزين نرجع بقى، شفنا طبقنا خلص، شفنا خلصنا الوصفه بتاعتنا الفراخ بال، مش عايزه اقول لكم يا جماعه الاستوديو عامل ريحته عامله ازاي يعني. تسلم ايدك يا شيف ايهاب. ميرسي ذوقك يا فندم، شكرا. دي الفراخ طبعا. الفراخ كده خلاص، بعد ما بنخلصها بنقطعها زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. وبعد كده بناخد الخضار الجريل اللي بنرصه، وبعد كده هنخش بقى على السلطه. السلطه طبعا هنضيف عليها الافوكادو، الافوكادو متقشر وبعد كده بيتقطع زي ما انتم شايفين. تمام، بننزل عليها الافوكادو. طبعا انا عاوز اقول لكم حاجه على الافوكادو دوت، الافوكادو ده طبعا يعني هو فاكهه اصلا مش خضار. بس طبعا هو بيمد الجسم باكتر من 20 نوع من الفيتامينات. تمام. وطبعا في كميه دهون، بس طبعا دهون غير مشبعه، فطبعا الافوكادو دوت مفيد جدا، مفيد ممكن جدا ناكله طبعاً. كوجبه متكاملة. كوجبه متكامله. تمام. يعني طبق السلطه دوت للناس اللي هي مثلا رياضيين. تمام.